لو الحكايه فيها ان فيتو عامل ايه النهارده؟ والله اسعار اللحمه تودي الداهي، الناس بطلت تطبخ خالص. يعني الناس النهارده بتدور على مائده الرحمن عشان يقعدوا عليها. طب بكام سعر اللحمه عندي ب 135، والمفتيك 140، الكبده 140، والضاني ما بنزلش ضاني عشان الضاني دلوقتي من مكان دلوقتي ب 60 دلوقتي 60 وزياده صح. يعني هو بكام دلوقتي يعني؟ هو الضاني دلوقتي بيطلع من المذبح ب 110 عشان دي تصفي بقى منه الليه وتصفي منه الطرب والحاجات دي كلها، هيقف ب 135. يعني هو ب 135 في السوق. طبعا و 140 كمان. طب اسعار اللحمه هيبقى فيها زياده على العيد ولا؟ بصي صلى على النبي، طول ما الدنيا خربانه كده طول ما في اسعار بتزيد. انا بكلمك كده يعني طول ما الدنيا سودة كده بلاش لون فاتح حتى اعرف ان في زياده، في زياده، مفيش رقابه، مفيش رقابه على الاسواق، مفيش رقابه على اي حاجه. الناس ما بتبصي، الناس بقت بتدعي على ربنا، واللي بقى يدعي على ربنا ده ما تبصي ما كل شيء هيعمله. طيب وبالنسبه للاقبال؟ مفيش، احنا قاعدين اهو قاعدين، مفيش اقبال. اقبال ايه؟ مفيش اقبال خالص. مفيش خالص، مفيش. طب وعلى قد هتزيد تاني؟ لا على قد ده ربنا يسترها بقى، على قد ده ربنا يسترها. احنا بزياده زيادة عشان الدنيا بايظة. في